دولة مبارك، الدولة العميقة اللي صار عليها الشباب والشعب المصري في 25 يناير كان لها بعض الرجال الأخفياء. الرجل اللي قدام حضراتكم ده علاء مبارك، هو واحد من رجال الظل في نظام مبارك، واللي قامت عليه الثورة زي ما قامت على أبوه وأخوه والنظام كله. علاء المليونير اللي ما كانش حد عارف أصلاً هو شغال في ايه، لكنه كان شريك في كل حاجة، شريك في شوية آثار، شريك في شوية سياحة، شريك حتى في الفن والتمثيل، شريك في الأراضي اللي الدولة بتستصلحها على الصحراوي. علاء مبارك ده كان شريك في الدولة كلها. غاب علاء مبارك بعد الثورة والحبس والحوارات الكبيرة اللي المصريين كلهم لبسوها. مؤخرا بدأ علاء يظهر بكثافة، يغرد كتير، مرة يشتبك لفظيا مع عماد أديب، مرة يشتبك لفظيا مع عمرو أديب، يشتبك لفظيا أيضا مع محافظ الإسكندرية. تغريدة جديدة لعلاء مبارك بيشتبك فيها لفظيا مع كل من يصف أبوه بأنه حرامي، وكأن الشعب المصري نسى الفلوس اللي كان مهربها علاء وأبوه لسويسرا. علاء بيقول: تعودنا على نشر أخبار كاذبة، ولكن الغريب والمؤسف عندما يأتي الكلام على لسان وزير عدل سابق دون تقديم أي أدلة على هذه المزاعم، والتي صرح بها في جريدة قومية وقال: أموال مبارك وراء البحر وتأكدنا من تهريبها عبر شبكات دولية. علاء أيضا بيقول: إلى متى يتم نشر الأكاذيب عن الرئيس الأسبق مبارك دون أي مساءلة، وناشر صورة من جريدة الأخبار على لسان المستشار محمد عبد العزيز المهدي وهو بيقول: أموال مبارك وراء البحر وتأكدنا من تهريبها عبر شبكات دولية. الكلام وجع علاء مبارك قوي وضايقه قوي، طلع يتكلم بقى عن الإعلام الكذاب والصحف المصرية الكذابة اللي هو وأبوه وأخوه هم اللي علموا الإعلام المصري الكذب. خليني كده أعرض لحضراتكم كيف رد المصريين على علاء مبارك وكيف تقبل المصريين هذا الكلام من علاء مبارك. أمير بيقول له: يا سبحان الله، طب ما أبوك هو اللي عمل الإعلام ده على مدار 30 سنة يدفع الثمن معانا، الإعلام اللي خرب مصر وعيشنا في مية البطيخ، وانت جاي وزعلان من كلمتين ولسه الإعلام التطبيلي بيدمرها. بيقول له: خلي الوالد يتوب لربنا من اللي عمله واللي أثر فيه في حق الناس، لأن ملك الملوك لا يخفى عليه خافية. ده كان رد من أمير محمد حمدان على تغريدة علاء مبارك واللي بينتقد فيها هجوم الإعلام ضد المعزول حسني مبارك. تدوينة تانية أيضا من يوسف النجار بيقوله: يا أستاذ علاء، أنتم كلكم اتظلمتم كتير، وإن شاء الله كل وقت وبيظهر فيه الحقيقة وربنا يوفقك ويعينك. أيضا زي ما كان في مصريين بيتهجموا على علاء مبارك، في أيضا فلول وأحد الدولة أو أحد أبناء الدولة العميقة أبناء مبارك واقف مع حسني مبارك وعلاء مبارك. تدوينة تانية أيضا باخدها من الفرعون وجايب صورة من الفيلم الشهير لفريد شوقي وبيقول له: ألا سبحتك فين يا معلم بيومي؟ بيقول له: هل مع مرور الوقت والأحداث تناسيتم ماذا فعلت بمصر وشعبها؟ كلام طبعا لعلاء مبارك والحزب الوطني وجمال مبارك وأبوهم وكل فلول الحزب الوطني اللي أفسدوا مصر على مدار 30 سنة، وما زال المصريين بيدفعوا الثمن اللي أو ثمن الفساد اللي عشناه في عهد مبارك وأولاده وحكومته وحزبه وحشيته ودولته.